ليش لايتو من دار جمر جيبو ليش لايتو أبيرا حوان أنا الشريف رايو كمل رايو كمل جيبو ليش لايتو من دار جمر جيبو ليش لايتو من دار كبير جيبو ليش لايتو من دار كبير جيبو ليش لايتو Thank you.
طيب يا اخوانا، قريبا باذن الله المزيكا دي بتعزف في كل مناطق السودان. جيش بس يا اخوانا، قريبا باذن الله تعالى كبك غيره ما في بديل، غيره ما في بديل. الميليشيا دي تشوف لها بلد تانية، والله مبلولين ومدقوقين دق العيش في كل المحاور اللي بيعملوا فوقه ده فرفرة بتاعت مذبوح. الآن الميليشيا معتمدة على الحرب النفسية ومعتمدة على الإشاعة فقط. 90% من معاركهم الآن بقت معارك ميديا، أما الواقع ما عندهم أي حاجة. محاصرين الآن في الديلي، مبلولين ومزلولين في الجزيرة، تراجع الآن، تراجع وانسحابات لا تحصى لا تعد. مبلولين هناك في المحور بتاع سنار، بل زي البل، مجغومين غرب درمان، جغم زي الجغم، مبلولين في كل مكان. التحيرة الجوية الليلة برضو رصعات ورزع زي الرزع، وبل تقيل 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 تقيل. عشان كده يا اخواننا جيش بس، اقسم بالله نموت على الجيش ده ونحيا عليه، نموت على الجيش ونحيا عليه. لا بديل للقوات المسلحة الا القوات المسلحة، شاء من شاء وابى من ابى، ولا عزاء للحاقدين، القحاطة، المندسين، الوهميين، المدلسين، المطلسين. الكلعة اللي فيها سوار وفجأة قلبوا فرنجايات، بيجوا مع الرصين حميدتي، بيجوا يدافعوا عن الكدمول، بيجوا يشيروا انتصارات الكدمول المزيفة، بيجوا يضعوا في الجيش، والواحد فيهم قاعد في مركز سيطرة الجيش ولسانه طول ده في الجيش. ما تمشي من قواتك الميليشيا دي، اقعد معاهم هناك هناك عشان عارفهم بيقتص بوقتك، بنهبوا مالك. لكن والله جيش بس، نحن خلف القوات المسلحة دي شاء من شاء وابى من ابى. الثلاثة اللي موجودين على اللايف ديل اخواننا، سريعا كده الناس تشير عشان نجي نخش في التفاصيل وننتهي من التفاصيل بتاعت الموقف العملياتي. سريعا كده اي زول يشير ويجينا راجع، اي زول يشير ويجينا راجع يا اخواننا. الف شير كده ونبدا عشان نحمي اللايف. امس اللايف انجغم، اللايف امس بديناه واللايف فجأة كده لقيت نفسي خارج اللايف، ما عرفت ذاته السبب شنو. حاولت ارجع تاني ما قدرت، مشيت التيك توك بيغادي هناك، وكان لايف عبارة عن دردشة واستضافات لبعض الوطنيين القيورين. ما بنقالد جنجويتي ولا بنناقش جنجويتي ولا بنقالد قحاطي، ديلا نحنا والله ما شايفينهم من باب الاستحقار كده، ما بنناظر اي واحد فيهم قحاطي ولا جنجويتي تحت مداسنا، ما عندنا لو اي حاجة ولا بنناظر. وانا والله متعجب من الناس اللي بيرفعوا جنجويت. جنجويت يقول شنو؟ يقول شنو الحرام الارزق النهابي قاطع الطريق المغتصب؟ يقول شنو الجنجويت؟ الجنجويت ذول عشان انا اقعد ارفعه اتناقش معه واتحاور معه؟ ما في كلام زي ده. الناس يا اخواننا سريع سريع تشير، سريع سريع تشير يا اخواننا، الف شير عشان نبدا اللايف، عشان تعمل لنا اللايف لايف وشير. وما عندنا حاجه كده كثيره ذاته تفاصيل محدده اللي هي جسر جبل أولياء، بالإضافة للموقف العملياتي، بالإضافة لبعض الشائعات اللي انطلقت ومعروف المطلقة منه الأطلق الشائعات دي. نقول لكم في غرف تخصص في إطلاق الشائعات، وما في إشاعة بتطلع إلا يكون من وراء قصد. لا يمكن النازل يرفع روحك المعنوية ما حبا فيك، لو حبا فيك ما كان عملوا حرب ودمروك بها وشردوك بها ويرتكبوا انتهاكات في حقك. الناس شير اخواننا، الف شير نبدا اللايف. فوالله نازل مبلولين ومدقوقين، ويعلم الله فرفرة بتاعت مذبوح. ومن بداية الاحداث دي قلنا لكم يا اخواننا ده جيش، ده جيش عمره 100 سنة. انت مليشياوي كنت جزء من الجيش ده، كان تعمل بك شغل معين، كان مشغلنك شغل اسود، كان الجيش ما بيشتغل شغلك الوسخ اللي انت بتشتغله ده، جايبينك تقتل وجايبينك تنهب وجايبينك تغتصب وجايبينك تحرق وجايبينك تهجر. الجيش كان ما بيعمل الكلام ده. انت الطاولته، الطاولته غرتك العربات الراكبه والاسلحه اللي بتمتلكها دي، وما عارف انه القتال مسلح، القتال عقيده. يا جنجويك يا خايب يا موهوب يا خايب الرجا، القتال عقيده. انت ما عندك عقيده قتاليه، انت يدفعوا لك بتكاكل،
انت قلك في حته فيها انبوش بتمشي بتنهب ما مركز مع القتال، عشان كده هسه شفتوا الفرق في المعارك. شفتوا انتوا سيطرتكم بس في المواقع ونحن سيطرتنا في الواقع. والله الليله اي قائد مسؤول من اي مجموعه، قائد ميداني جنجويتي خلا مسؤول من اي مجموعه، والله قلبه في يده، قلبه في يده، اقسم بالله العظيم الهزيمه والانكسار ظاهر في وشوشه، ظاهر في وشوشه منهم مبلورين. ولسه بضللوا فيهم الفرنجات على القحاطة شابكنهم لك ما عارف سيطرة، ودخلوا وعملوا وسووا وعاملين في دارين يصدروا الرعب للناس. لكن هيهات هيهات، جيش السوداني ده مفخرة اقسم بالله العظيم، نحن بنفتخر شفت بأي عسكري جيش من الفريق أول البرهان لحد أحدث جندي في الميدان في المرحلة دي بالذات، التحية لهم ونحن نفخر بهم. وعلى القسم شفت حميدتي ذاته وعبد الرحيم دقلو ذاته تحت مداسنا، عندهم ناس خونة، ناس جبنة، ناس برزوقية، ناس فلنجايات بنفذوا في مشروع خارجي، قتلوا ونهبوا واغتصبوا وسرقوا. وتجي انت تقول لي قال يا اخي والله العظيم احنا نجيف معاهم، ويجي قاعد يقول لك لا لا الحرب احنا محايدين. انت عم حايد يا زلمه، انت اجعلت الحرب دي، انت اجعلت الحرب دي يا زول، الحياه بتاع شنو؟ حياه بتاع راس قلبك، اجعلت الحرب دي يا زول. فهمت الوهم ده؟ قلت له انه ممكن يحل محل القوات المسلحه ويبقى بدل القوات المسلحه والشغله دي بتستغرق معاه ساعات، في النهايه اتخارج. قول له ارجع بيتك لو يقدر، قول له ارجع معسكرك معسكراتك لو يقدر، قول له ارجع مكتبك لو بقدر، قول له ارجع الخرطوم ساجد لو بقدر. هو والهمبول الثاني باكستان ده قول له ارجع بس من عمليات، قول له ارجع مكتبك لو تقدر. هذا الجيش السوداني العمل والله ما في جيش في العالم عمل، اقسم بالله العظيم ده شغل بيختلف، ده شغل بيختلف. كونه قوة زي دي بكامل تسليحة وعتادة وتكون في مواقع مشتركة كويس مع الجيش مكلاة مهام بتاعت حماية وتتبلى البلد كله وتتخارج وتتلبك في بيت المواطنين وقيادات الشر ده، التحية للجيش هذا، ده جيش والله العظيم نفخر به، وده في حد ذاته تاريخ يدرس. تلعب انت ورجليها جنجويتي. طيب ما عايزين نطيل على الناس، عايزين نختصر، دارين نبدا بجبل اولياء. الجسر ده، الجسر ده بشكل خطوره، تكلمنا مع العديد من الطيارين، اقسم بالله العظيم تكلمنا معهم وتواصلنا معهم. اخواننا ما ترموا جيبوه في الواطه، دقوا الجسر ده، مستفيدين منه شنو انتوا؟ بقول لك والله جاتنا تعليمات. تعليمات من منو؟ من ود الحسين، من البرهان، منتظرين شنو؟ يا انت اللي بتقول خش في الموضوع ده، انا ما خش في الموضوع، استنى البلوك ده يا اخي كويس. الجسر ده، الجسر ده منتظرين به شنو؟ منتظرين به شنو الان؟ مئات الاسر مدبشين ومغنمين حق الناس وطالعين بالجسر ده، والان قاعدين يعملوا في صيانه. الجسر ده منتظرين به شنو؟ سيطره. الضباط ما عندهم مشكلة، الطيارين ما عندهم مشكلة، لكن التعليمات منتظر بها شنو؟ انت عاجبك النهب الان الحاصل ده؟ عاجبك ممتلكات النادي تمرق نهارا جهارا تمشي؟ منتظر بها شنو؟ الجسر ده منتظر بها شنو؟ ما تجيبوا الواطة، وين المشكلة يعني؟ هيفرق معاك بشنو؟ هيفرق معاك بشنو؟ الجسر ده جيبوا الواطة يا زول. الان ده بشكل خطر حقيقي على على البلد الان، الجسر ده دقوا جيبوا الخر، جيبوا الوطن بين الخر في ودن جويد دين. الجسر ده يا زول سمر يا زول، هاي طيارين والله ما عندهم مشكلة، هو والله العظيم تواصلنا معاهم بقول لك نحن دارين تعليمات بس. الجسر ده مشكلته شنو يعني؟ كل مرة ننبح الجسر الجسر الجسر، ما تجيبوا الوطن، وين المشكلة؟ عشان تقفل لنا الجنجويد ده الطرشة يا هو، ده منفذهم الوحيد بقى وشريانهم الوحيد بقى يا هو الجسر ده، ما يجي الواطه تغري، ما عندهم مشكله عادي، ممكن هسه ده يبلوا. معقوله؟ امسك البلوك ده قحاط يا من الكلب، امسك البلوك ده، امسك رابط لك رفتتك ده تتفلسف، انت ما تشيل سلاحك تنزل الميدان تبني، انت تبني حبوبتك جنجوي ده الحرام من وشك ده، امسك البلوك كويس.
الان بقت مشكلتنا والمعضله الان بقت في الجزر ده بس. يعني الان انا عارف انه بصل الجزر ده منتظرين بيه شنو، ولا انتوا دايرين الحاله دي تستمر اكتر من كده؟ نفهم شنو الجسر ده المفروض بعد كده يجي الواطة؟ هنشتغل على الموضوع ده الأيام الجاية دي. جيبوا الواطة ده لك من جنجبي يا أخي، مئات الأسر نهارا جهارا مرقوا به حق الناس كمان ماشيين. وقلنا ما يعني تتعاملوا معاهم طيران مراعاة للشفع والنسوان المعام ديل دق لهم الجسر ده عشان حاجة تمرق ذاتها ما وين المشكلة يعني؟ طيب في موضوع تاني، موضوع كيكل والبيشي والجوفاني. يا اخوانا هوي كلامنا قلنا لكم مرارا وتكرارا، يا اخي الشائعات دي ما تنجروا وراها. للاسف في صفحات كبيره بتساعد الميليشيا في انتشار الشائعه، معروفه دي طرف اعلام الجنجه، معروف بتطلع الشائعه دي. والشائعه دي يا اخوانا وراها غلط، ما عشان خاطر عيونك انت عشان يجوا يطمنوك ولا يرفعوا معنوياتك حتى لو بالكذب. الموضوع بتاع كيكل وبتاع البيشي وبتاع الوهم القاعد جوا غرف النسوان اللي اسمه الجوفاني ده، دي شاعة اطلقوها نازل الميديا، عجت بالموضوع ده صفحات كبيرة نزلت. بعد قليل ان شاء الله نأكد لكم الخبر، وانت خبر ما متأكد منه بنزله مالك؟ شفقة سبق صحفي ولا شنو يعني؟ عشان ده تصل لشنو يعني؟ سؤال، عشان ده تصل لشنو؟ ما ساعد الجنجويد في نشر الشائعات. منو هو كيكل؟ وشنو هو البيشي؟ تاجر الكلمات المعفن ولا العبوب القواد اللي اسمه كيكل ده شنو قيمته شنو؟ كده كده حينجرم، اقسم بالله العظيم حينجرم، طال زمن او قصر حينجرم. كيف ده حيمشي وين؟ حيطير السما؟ طيب الكلامات البيشي ده حيطير السما؟ يمشي وين؟ والله كيكل والناس المعاو الخانو نحن الجزيرة كلهم حينجرموا، كذلك البيشي حينجرم، كذلك البيشي حينجرم. والليلة مجموعة انجرمت، الليلة عاملين فيها دايرين اهجموا فيها كم؟ 35 عربية. هل قتلوا البلد كيف؟ 35 عربية مرقت منها 8 عربات، بل ولا ما بل، بل ولا ما بل، من بين تدمير لاستلام عاملين فيها. ده انت تهجموا تهجموا منو انتوا تاني بعد كده؟ اقسم بالله العظيم تاني انتوا ما تهجموا. شفتوا نقطة بتاعت بسطام لشامل يا جنجويت يا مواهب؟ نقطة بتاعت بسطام لشامل تاني ما عندكم الإمكانية ولا عندكم المقدرة تهجموها. على العموم تم بلهم والله، اندقوا دق عمرهم قبل كده ما شافوا، وبعد اندقوا تمت المطارده بنجاح. التحالة محور السنار كلهم، اي قشامي مستنفر هيئه عمليات الطيره، التحيه لكم، شغلكم صعب اقسم بالله، صعب عديل مدفعيه، تحيه لكم. دقوم شفتوا شلعت فوق دق، بس شفت اصله ما ترفعوا ذخيره دي راكده محلو الدو ذاته ما معروف، مخازن دي مليانه ذخيره محلو الدو ذاته ما يعرف ما معروف. دق بس ما عليك كثافه نيران، شفت جنجويد تطور معاه بكثافه النيران. اي زول قاعد في اي دفاع شفت لو هالوسليل على اي زمن هالوسليل حاجه ساكت شفتها تفتيش ساكت، خزنتك دي تكون تكمل خزنتك دي، تفتيش ساي خزنتك دي تكملها، تشتغل شغلك بس يا زول، ما في اي حاجه اسمها هنا. شفت كثافة نيران تهور، تتهور مع الجنجة دي اصلك ما ترفع منها بلهم بس التحيه لهم. طيب عندك جزيره استلام و استحواذ وتقدم وبل بتاع مسيرات مدور، والله شغل زي الشغل، شغل اقسم بالله العظيم يرفع الراس. التحية والله لا وشم الجزيرة عموما، التحية لمحور المناقل، والله شغلكم بيختلف، اديكم حقكم والله، انتوا في المقدمة بكامل وحداتكم، استطلاعكم على عملكم الخاص على هناك،
كلكم التحية لكم. بل زين بل اقسم بالله شغل عديل، جابوا ناس خبرات بعرفوا الشغل، ناس بعينوا نفسهم برام. انا ما لاقي عليه عسكري، اشتغلت بالعسكرية دي اشتغلتها على القسم. كان في ناس الواحد لما نقول له متحرك بيكبرها، في ناس الواحد لما نقول له اسمك الان يندرج تحت ما تحت كتيبة ولا تحت ناي بيكبرها. لكن الان وين؟ الان والله اي زول بيتمنى وبسابق وبيعترض وبجادل يقول لك لازم نمشي، انا لازم نمشي. الناس كلها دايره الموت، الميليشيا الان استعدت، كل الناس استفزت، كل الناس يا خلق الله جيش زي ده بيقاتلوا صعاليك رمم هوانات. ها واحد في يا اخي اخته ارجل منه، لا بيتلبد يقعد يستفز في الناس ويقعد يتكلم كلام فارغ، يقعد يتكلم كلام فارغ. على العموم البلد مدور 8 عربات في الجزيره اليوم تم تدميرها. شغل زي الشغل، شغل يوميا ماشي بالطريقه دي، يوميا النازل بيصيدوا. هسه الليله في قريه النازل حضروا كويس، الجيش حضر في حفير مكي قرب الحصحيصة، الابطال حضروا هناك ما لقوا اي زول. سجد السجد يا عمك. غير كده الطيران والمسيرات الحمد لله رب العالمين، اهداف زي الاهداف بالملي، جغم زي الجغم يا اخوانا. هو الجيش ما بتكاتل ترى، عشان ما توهم نفسك ساعه ميليشياوي. هو اي ميليشياوي والله في اي محور، اقسم بالله صيد. انا بقول لك عديل والله صيد، والله الجاي ده شغل عفن. هسه انا سجلي الجيش حضنه، حضنه عديل. ها راعي بس حارس غنم، اقسم بالله حضنه حضن عديل. الليله فوق ال 40 جنجويتي في الجيل تم جامهم وتم بلهم. شغل بيختلف، شغل بيختلف اقسم بالله العظيم. دقوم لك كويس مدفعيه زي المدفعيه. ها وشغل كله بحسابات، ما المدفعيه تمشي بعدك ذاته، محلك انت قاعد بس قدامك بس. سحبت الارتكازات ما بحل لكم. شايف القحاطه بيقول لك، قال انت عارف القحاطه استشعروا، القحاطه خلاص شعروا، شعروا انه النصفه على طريق الاذاعه ودار تحرر، بدوا يكتبوا، بدوا يكتبوا المعفنين. لاحظت لهم بدوا يكتبوا يقول لك والله يا قوات من الجيش هذا هوي انت قحاطه ده امرق لنا بعيد، هوي قحاطه امرق لنا بعيد، والله لا دارين منك اشاده ولا تشيل لنا بالجيش على القسم. موضوع مين تدخل فوق وانت لك نحس بتطلع زيته امرك. انا والله شوف انا اديك حاجه في صفحتي، لما الاقي قحاطي كويس يتكلم عن الجيش ولا مدح الجيش ولا حاول هنا انا طوالي بشيلها. قحاطه امرق بعيد، شغلة دي بس من يوم 15 ابريل مع الجيش معاه، ما مع الجيش والله لا دايرينك ولا في حاجة اسمها توبة ولا في حاجة اسمها ما كنت عارف. وقفت ضد المؤسسة العسكرية دي من يوم 15 ابريل. وقلت اي كلام في حق الجيش، ما في مغفرة عديل، بغفر ربنا ما في مغفرة. انت شاركت في قتل ناس يا زلمة، شاركت في تشريد ناس، انت وقفت مع القزو، وقفت مع الاجانب اللي استفزوا وانتهكوا واذلوا واحتقروا الشعب السوداني، وقفت معاهم. ما دارين منك اي حاجه ولا دارين منك اشاده. مع الرسم بتاعكم الان مش ضايق قدموا لاي زول لف له قدموا في راسه وعاملين فيها منظراتيه. تعبت الجيش انت معانا لكن ما دارين منك اي دعم الان، ما شايفينك ذاته احنا، ما شايفينك ذاته احنا. استلم البلوك ده ابو المعالي، جدومك الجدوم يستلم. طيب شايف الليله برضه في النيل اخواننا، انا احترته يا اخي الجيش متحرك عليه قسم الجيش. قبل ما يصل النقطه المحدده او الوجهه بتاعته، قبل ما يصل النقطه المحدده والوجهه بتاعته، الفيديوهات نزلت في الميديا. استلم الحذر ده انت كويس، استلم الحذر ده جنجبيتي. الجيش استلم من الليط، والجيش انت جاي ده تشتغل لنا اعلام بتاع ميديا هنا، في ده استلم من الليط، هسه جبنا سيرة من الليط. ابوك لا ابو من الليط ذاته، جيت من هنا معفن. استلم البلوك ده
جنجبيل واحد يقول لك المنطقة الفلانية فيها دعم سريع، انت بتورينا على القسم احنا الجنجبيل النايمين في الغرف. اجيب لك ممكن عادي تفاصيل واسماء بالكامل، جاي هنا في اللايف ده تحب لنا تشبكنا كويس؟ انه ما عارف الجنجبيل، والله انا بشمكم شم. معفن. طيب بالنسبة للموضوع بتاع النيل الابيض، يا اخوان الجيش ماشي نازل شابكنه تصوير ونزل في الميديا، لا ما خلاص تملكوا الجنجة، تاني زول يتكلم ما في يا اخواننا. تاني زول يسأل يقول يا اخي الجيش ذاته ما بيتحرك عشان المواضيع دي. ما بيتحرك عشان التصوير. مواطنين الناس ما بتسمعوا الكلام نهائيا. يا اخي انت بتصور لجنو وللاسف داعمين للجيش. انا بصوره. داعمين للجيش؟ يا اخي الجيش ما وصل للنقطة المحددة، لا يعني انت بتدي بتملك الجنجويت، الجنجويت الان استخباراتهم في جازة. معلوماتهم الان بيجيبها من الميديا. من الميديا، جيش متحرك؟ اها داكو جيش متحرك، كم عربيه ماشيه؟ تسليح شنو؟ نوع التسليح الفيها؟ عدد الافراد الفيها؟ اخواننا ذا كلامنا. اخواننا ذا كلامنا. منسوبين القوات المسلحه تم تحزيرهم. تم تحزيرهم، اما انت المواطن ده اللي بيقنعك شنو؟ وتقعد تجبك الناس من الجيش، الجيش ما عارف والجيش ما داري يجينا في الحته الفلانيه والجيش ما عارف شنو، يا اخي انت ما تصور يا اخي. ما تصور عارفين الا الجيش مشى وين وعارف انه متحرك، والتصوير ده ذاته السبب فيه نصب الكمائن، ودي حرب بتاعت مدن. انت قال لك كونه كمنوا الجيش دي حاجه صعبه يعني؟ ما كم كان الناس بيكونوا قاعدين كده بيستهدفوا كم عسكري بتاع جيش ده باعتباره كده كمين في حد ذاته يعني. فشنو الناس بتصور؟ ما تصور عارفين الا لا ينعم فيه شغل وفي جيش اتحرك بيغادر هناك، وده كلامنا ودق الجلسه اللي قعدنا تقول لي يا سامي الطيب هذه منطقة في حدود مسؤولية، المواطنين قاعدين ينتهكوا وقاعد ترتكب جرائم في حقهم وهو قاعد حارس لهم مواقعه هناك، كلامنا معاه وهو جاب نتيجة. يتحرك غير كده الطيران ذاته ما قصر التحالف الجوية. بل زي البلا يا معلم. طيب بالنسبة للخرطوم أول حاجة درمان، درمان إخواننا الزنك فيها مدور والمتك فيها مدور والفجق فيها مدور والجيش ارتكازات جديدة وأسلحة جديدة وتقدم ملحوظ، والجنجوي قلنا لكم شبه محاصرين قربي ومدرمان شبه محاصرين. الآن في الجنجوي ده أنا رأيي الشخصي إنه ده حصار، طالما إنك أنت بقيت يا جنجويتي تمرك تجي ها تمثل فيها إنك قاعد تشتبك وتكبرها أنت محاصر، ما قادر تمشي في الشارع وتصور أنت محاصر. وين قلة أدبكم الأولى ديك؟ وين؟ وين الكلام ده؟ أنت محاصر يا جنجويتي الآن. عدد أربعة ولا خمسة نفر كل يوم بيجي بسلمه، ده ما اسمه حصار. ده اسمه حصار، الحصار ده هو كيفين؟ ها؟ وناس جنوب أم درمان والله جايينكم. ده نحن بنسميها القاعدة. كويس؟ دي نحن بنسميها القاعدة. طيب. اخواننا بالنسبة ل خلينا نحذر ده من الحرام اللي اسمه محمد، نثبت لكم التعليق بتاعه زول كبير وشاف كان هذا البوس بالبوس هسه العافية زي ده. انت عارف لو لقى جنجويتي مع امه مع اخته بكون عنده عادي، يجي يشبك لك الناس وما عارف وين وين وبلابس هاي. احنا بلبوس انا بلبوس، لكن بلبوس انه ببل حمايتي بتاعك، حمايتي بتاعك المصيد ده انا ببله. الزول ده سببنا لكم تعليقه ان الكلب ده اشبكوا بلاغات في صفحته لما نقول ما داير، وما تخلوا له جنب يرقد على جنجويتي. ها والله الرجال في وشك ما ظهرت، فو عليك يا اخي على البطنه جابتك قحاط يا جنجويتي زول انت. طيب قلنا لكم الجنجويت في قرب ام درمان مزنوقين، وفي جنوب صالحه والله العظيم البل جايكم الفجر من درمان، البل جايكم تشوفوا بل الله عمركم ما شفتوا. عارفين في قيادات هناك قاعدين يمشوا ويتعالجوا
وعارفين المتعاونين هناك بدوا يصيحوا، وعارفين في قيادات قلبها بالشغل، يعني الناس اللي انسحبوا من المربعات مشوا كويس قعدوا الان ومفتكرين انه القشم ما حيتحرك عليك، حيتحرك عليك والله وبيجيك ان شاء الله. والبشريات كثيره في درمان اخواننا، بشريات من ضمن البشريات اخواننا الليله تم جرم اكثر من 25 جنجويه غربي ام درمان وتدمير 7 عربات، بل ولا ما بل شغل ولا ما شغل؟ ده الكلام اللي بابلقى حاطه بابجن جزاته، ما دام المعلومات تطلع لكن تطلع والله جرم. دلع الدوم ناس العمل الخاص كده قدامهم وغير الدق بتاع المدفعيه ما معروف الحصيله كم، وهذا لو قال لك انا اجيب لك حصيله المدفعيه ده كذاب، بل ولا ما بل. اما بالنسبه للبشريات اسر كثيره رجعت، قلنا لك والعباسيين رجعوا كميه من الناس من درمان القديمه دي، ناس كثيره رجعوا. عسكري حيوان في الاحياء عادل بيقول لك يا اخي ما ترجعوا، كهرباء في الدنيا كله في ناس، المهندسين التحيلين يد كان ماسك التتك والان الدنجا صيجوا الان شغالين لافين مع الاتيان بتاعت شنو؟ بتاعت الصيانه. تحيلين تحيلين والله، ضباط على جنود على ضباط صف التحيلين، بل زي البل. طيب عندك جنب الخرطوم لا شيء يذكر غير القصف المدفعي، عندك الدنجويت هناك في المدينة الرياضية تم بلهم بقصف مدفعي وبل زي البل وجغم زي الجغم. شرق النيل لا شيء يذكر، ويا اخواننا شرق النيل قلنا لكم ما تشفوا والله العظيم الجيش بيجيكم، كسر عندنا وجهة جديدة وما دايرين نفصح عنها يعني نقول لكم وين، لكن والله ما على تواصل مع الناس الكل في الموضوع ده، ان شاء الله حيقتحموا قريب وحيشتغلوا. وجنجة ثانية ما يعرفوا يلموها من وين، ما يعرفوا يلموها من وين. شرق النيل ولا تقعد تسمع لي الكلام بتاع انه شرق النيل معقل الجنجويد، شرق النيل معقل المتعاونين، الناس اللي عندهم خبرة في القتال، الناس الشغالين بنظام شنو؟ تصفية حسابات، مترددين السجون، الناس اصلا كويس. طيب استنى البلوك ده قال ما شاء الله صحتك زادت، صحتي زادت وانت ما شايف جدومك الماسكهم ولدك ده؟ بالله ده جدوم راي لسه قال صحتك زادت قال اها. استنى الحضر ده كب انجويتي الادمنات اللي قاعدين هنا، والله انا الادمنات انا ممكن اشيلكم انتوا ذاتكم وحياة الله، الناس قاعدين ساكت كويس يا اخي. الدنجويت ولا الحرام ديل زي هسه غيابك عز الناس زي ده تشيله برا الضغالي تحذر اواله وزي محمد اللي سبتنا تعليقه ده ده خليه، وده بعد الناس يقول له في صفحته عشان صفحته زاد تكفل الورل ده بعدين حتى نحذر اواله زاد. طيب قلنا شرق النيل شكله كده تعرف الجيزة والله الحرام ده رسلنا لي في اللايف هنا عشان اصرف معاه على اللايف كويس، لكن انا بحذر ابوك بس ما عندي لك حاجه كويس. شرق النيل قلنا لكم ما في حاجه تذكر باذن الله تعالى، باذن الله هتشوف البل في الايام الجايه دي، باذن الله هتشوف البل في الايام الجايه دي. وهسه شايف اسر كثيره بدات تراجع حساباتها وبدوا يمرقوا ناس من هناك بوروهم ان الشغلة دي ما زي زمان، انه الاقامة دي خلاص انتهت، الجلوس والقعاد في بيوت المواطنين انتهى. فعشان كده الناس زي بيجوا طالعين حتى شفتها ليه الثلاجات والغسالات رافعينها كويس. رافعينها فالناس تصبر وما تشيل هم. عندك بحري شمال بحري دي الراحة ذاتها والله العظيم، جغم زي الجغم بل زي البل والله العظيم، شغل مدور والله، كمان تخصص كمان. الليلة نصبوا كمين في حتة والله الجنجويت ما كان متوقعينها، ما كان متوقعينها ولا كان مستلمين سلاحهم ذاته، نصبوا كمين زبطوا أكثر من 17 جنجويت ذيل تم جغمهم
جنجبيل بيجوا يدفروا الناس المهم من العربات، ياخذوا المصمم توديهم قدام، بالله العربات دي بقت تقيله للدرجه دي، وغير الناس اللي قلبوا العربات. التحيه يا اخوانا للقدر والعمل الخاص القدر، التحيه لكم والله يا ولاد نعمان، والله ما قصرتوا شغل زي الشغل، التحيه لكم. التحيه كمان للمعلمين الشفاده بتاعت الادبيات، ما قصرتوا والله، رفع زي الرفع اقسم بالله. ناس يا اخوانا انا ما اعرف زود، تلقاه ماسك التليفون يقعد يقول لك والله ما في جيش، ولو هسه واحد تلقاه يا اخي شايل ار بي جي ها مواجه بيه تاتشر مندفعه ما بال بيه كله، تيجي تقول لي قال يا اخي والله العظيم ما في جيش، هسه شغل زي ده في زود بيشتغلوا في الايام دي والله، وانت طالبه ده ممكن عادي يرمي السلاح ده الخارج يمشي يعني شنو؟ وتعال الصيف وفاته وقاعد تتفلسف مستعجل، تعال انزل قاتل انت. فالتحية يا اخوانا ناس القدر عموما كويس، وتم البل بنجاح، تم الجغم وتم البل بنجاح، التحية لهم. طيب نمشي جنوب الخرطوم، قلنا ما في حاجة، نمشي قرب عندك بابنوسة جنوب كردفان، الحمد لله رب العالمين كل الأمور تمام، كل البل هناك متوفر، مدفعية شغالة، ذخائر موجودة، وما يشاع عن انقطاع الذخائر ده كلام ساجد. أما بالنسبة للشغل بتاع الفرقة يا اخوان والله ده شغل، والله نازل اشتغلوا فوق طاقتهم، اشتغلوا فوق طاقتهم، نازل بلين بل زي البل اقسم بالله العظيم، شغل زي الشغل. فالتحية لهم. عند غرب حركات على الجيش شقارين، الطيران كذلك شقال، الجيش احكم سيطرته تماما على الفاجر، الجنجبيل تراجعوا وشابكين لك الناس يا اخي والله العظيم، ونحن ما كان هدفنا ندخل المدينة، ونحن كان هدفنا الحصار او توجيهاتنا الحصار، قالك ما كان تمشي وكان تتقدم يا زول، ما كان تمشي وكان تتقدم، انت ما قلت ذات السلم الفاشر، ما قلت ده شغل بتاع فلنقايات وايام هتستلم الفاشر، ما في زول بغاتلك ها، رجعت مالك هسه. فالتحية لهم يا اخواننا، شغالين شغل كويس جدا جدا، حتى المستنفرين التحية لهم، الدفاعات الامامية برضو المتقدمة التحية لهم، تجار على طلاب بتاع الخلاوي وعلى هنا كلهم قاعدين، التحية لهم يا اخواننا في الدفاعات الأمامية، والفاشر ده عصية عليكم. موضوع مولد، مولد إن شاء الله بترجع منكم، عارفين إنه مولد أساسا ما كان فيها جيش، مولد أساسا ما كان فيها جيش، الجيش انسحب منها، عشان ما تيجي تقول لي والله الجنجو كان قاعد في مولينك، كلام ساي، مولد أساسا ما كان فيها جيش، مولد الجيش انسحب منها. فالناس اطمن خالص يا إخواننا، وبإذن الله الجنجويد الى زوال. يا اخواننا ما تنسوا الكلب ان شاء الله تكونوا بس بليتوه كويس، عشان بعد كده نحضره نحضره لحد هنا يا اخواننا، ومع السلامة، ابقوا عافية.